السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع أصحابنا برضو في جريد 6 بنشرح لكم كل مرة فكرة جديدة. شرحنا الباراجراف اللي هي كانت مشكلة ناس كتير قوي وازاي نحل عقدة الباراجراف. هتلاقوه برضو من ضمن الفيديوز اللي موجودة بمنتهى السهولة، بمجرد ان احنا بنفكر بنترجم بنحول الايه بنحول الجملة عربي الاول، بعد كده بنعملها ترانسليشن ترجمة للانجليش. النهاردة عشان ما اطولش عليكم هنشرح مع بعض الايميل. ده من اهم الحاجات اللي موجودة في جريد 6 او من اهم الايتيمز الموضوعات اللي احنا بنطرحها في المنهج بتاع جريد 6 الصف السادس الابتدائي. ياريت تكملوا الفيديو الاخره عشان هنزل الشرح كامل فيه باسئلة وتريننج عليه او تدريبات. تمام، هنبدأ مع بعض دلوقتي شرح الايميل. اول حاجة ايه هو الايميل ده؟ الايميل ده يا جماعة ما ننساش ندوس لايك للفيديو متابعة علشان تنزل لكم بقية الايتيمز او الموضوعات الخاصة بالايه بجريد 6. المهم ايه هو فكرة الايميل؟ الايميل تعالوا كده نقرب ونقرأ مع بعض. بعبارة عن موضوع الايميل ده اصلا حتى ايه استخدامه عن طريق الكمبيوتر. لما شركة بتقول انا هبعت ايميل لشركة تانية، او واحد بيقول انا هبعت ايميل لصاحبي، حاجة شبيهة كده. الايميل زمان اسمه الياهو، تمام، بنبعت ايميلات لبعض. انا دايما بحب الطلبه بتوعي حتى اللي مش معانا اللي بيتابعونا في القناه يبقوا فاهمين مش حافظين وبيرصوا. فايه هو لازم نعرف ايه الايميل الاول؟ ده ايميل حاجه بكتبها عن طريق الكمبيوتر زي رساله او تكست نص ببعته لزميل ليا في بلد تانية او في مكان تاني. طيب عباره عن ايه؟ اول حاجه بحله زي تيتشر سمر، لازم اقرا الموضوع. ممكن اقرب شويه مروان زوم على الكلام اهو. رايت بيقول لي رايت يعني اكتب ان ايميل، ايميل تو يور فريند صديقك علي، تو تيل لازم اعمل ترجمه كده وترجم كلمه كلمه او على الاقل اغلب الكلمات عشان ابقى فاهمه وعاوز الايميل عن ايه. تو تيل، تيل يعني تخبر، تخبر هما تخبره يعني اباوت يعني عن يور سكول. يبقى هو كده دلوقتي بيدينا الموضوع، بيقول لك ايه اخبر زميلك علي عن مدرستك او سكول لايبراري مكتبه المدرسه بتاعتك. يور نيم، وبيديك اسمك كمان لان انت ما بتكتبش اسمك الحقيقي. يور نيم از عمرو اند يور ايميل ادرس، والعنوان بتاعك از عمرو@gmail.com. وكمان بيديك الايميل بتاعك. مش بس كده، ده بيديك ايميل صاحبك وعنوانه. Your friend's email، الايميل بتاع صاحبك. Address is ali@gmail.com. Your friend's email، ويقول لك ان الايميل بتاع صاحبك is ali@gmail.com. يبقى اذا ايه بقى الايميل؟ انت ما بتجيبش حاجه من دماغك، هو بيقول لك انت هت ايه؟ انت اسمك ايه؟ وايميلك ايه؟ واسم صاحبك ايه؟ وايميله ايه؟ وهتبعت له ايه؟ موضوع تتكلم عن ايه؟ يعني هو بيحدد لك كل حاجه، اوعى انت تالف من دماغك. طيب يا مس سمر ايه الحاجات الاساسيه اللي هو طالبها مني؟ بعمل ثلاث حاجات، بكتب كلمه تو ومعناها الى، انا اللي بكتبهم وهتشوفوا دلوقتي على ورقه خارجيه، بس انا بوريكم الشكل اللي في الكتاب وهعمله لكم بره بره. وفروم يعني من، سبجكت يعني الموضوع، تو يعني انت هتبعت الايميل لمين، هتكتب الايميل بتاعه. فروم يعني من، الايميل انت مين اللي بعته، اللي هو انت يعني. سبجكت الموضوع بيتكلم عن ايه؟ تعالوا كده نعمله مع بعض وهنقرب كده ثانيه واحده. طيب هعملها ازاي يا مس سمر؟ النهارده في الفيديو ده هخليكم تشوفوا ايميلين واحنا بنكتبهم. يلا الايميل الاولاني تو الى مين؟ الايميل معمول لمين؟ اهو هندور فوق بيقول لك ايه؟ اهو هتبعت الايميل تو يور فريند علي. يبقى الايميل بص اهو بعتلاقوه فوق بعد كلمه ايه؟ تو الى، يعني هو فوق قايل لك اهو مدور على اسم علي، علي علي وايميل علي. فين ايميل علي يا ولاد؟ يور نيم از عمرو اهو علي، هو مديني الايميل، انا ما بجيبش حاجه من دماغي، اقوم كاتباه قدام كلمه تو الايميل زي ما هو اهو. انا يا دوبك بنقله علي اهو، انا يا دوبك هنقله ali@gmail.com. عملت حاجه ولا اي حاجه؟ فروم الايميل من مين؟ خلاص بقى انا خدت الاسم الاولاني، بقى الاسم الثاني اهو عمرو، اخد اسم عمرو او ايميل عمرو اهو عمرو@gmail.com. عملت حاجه؟ انا لحد دلوقتي بنقل. بيقول لي سبجكت الموضوع عن ايه؟ هجيب الموضوع منين يا مس سمر؟ هتلاقوه دايما بعد كلمه اباوت. مش هو بيقول لك اخبره عن، ادي عن الموضوع، موضوع ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ سكول لايبراري. اقوم انا كاتبه كده عامل زي اسم فيلم كده، عامل زي اسم الفيلم اهو، اقوم كاتبه ايه؟ سكول لايبراري. اوعى تطول عن ايه؟ كلمه او اتنين او ثلاثه، اوعى تطول عن ثلاث كلمات بالكتير قوي، ده يا ريت يفضل كلمه او اتنين في كلمه السبجكت الموضوع، لان اسمه السبجكت يعني التايتل زي العنوان كده بالظبط. في هنا مسافه يا مس سمر، المسافه دي بكتب فيها دير يعني عزيزي،
دير دي بقى من دماغي انا اهو كده نبتدي نجيب حاجات من دماغنا. دير وبحط كومة. عزيزي مين؟ انا بعت الايميل لمين؟ اهو تو مين بعتها لعلي. يبقى دير علي. دير مين؟ علي. عزيزي علي برحب بالراجل، انا بعت له ايميل لازم ارحب باي حد من باب الاحترام والذوق. دير علي. تمام. بعمل في الاول مقدمه، ما انا مش هينفع اخش كده على طول، بعمل مقدمه، بقوم كاتبه له ايه بقى المقدمه دي. انا هديكم مقدمه يا اولاد هتبقى سهله تحطوها في اي ايميل، اللي هي بتسلم على زميلك لو قلت له ايه الاول. I am happy يعني انا سعيد to send ان انا ببعت لك to you. اوعى تقول له بكتب لك، لا الايميل بيتبعت يبقى هكتب send yourself. يبقى I am happy to send it to you، انا مبسوط او سعيد ان انا بارسل لك this ايه this email. مش ده ايميل this email. اقوم بعد كل كلمه بحط فول ستوب، اسلم على الراجل يا عم او زميلي صاحبي ده اللي انا ببعت له الايميل، بقول له هاو ايه هاو ار يو كيف حالك، وده سؤال اقوم حاطه كويتشن مارك، يبقى لازم اهتم بعلامات الترقيم. هاو ار يو كيف حالك، انت يور فاميلي كيف حالك وحال مين عائلتك. كفايه كده المقدمه عباره عن سطرين ما تزودوش عن كده، لازم احط جملتين على الاقل عن الموضوع. هو الراجل قال لك كلمه عن مسكول ايه سكول لايبراري مكتبه المدرسه، تقوم تقول له ايه مثلا ماي سكول لايبراري اي حاجه انت عاوزها. مكتبه المدرسه بتاعتي از تكون عباره عن فاعل وفعل بقى، از تكون نايس كتب جميله او رائعه. اي ريد انا بقرا، او ممكن اقول له بورو كمان بستلف بوكس، انا بستلف الكتب اند ريد ريد ات وبقراها فروم ايه فروم ذا لايبراري من المكتبه. وممكن ازود جمله ثالثه كمان بس عشان المكان هنا تبقوا فاهمين كل حاجه. خلصت المقدمه كتبت جملتين عن الموضوع، اعمل الايه الخاتمه خلاص بقى اسلم عليه. اقوم قايله له ايه بقى اي هوب، احفظوا الخاتمه دي اي هوب تو سند تو مي سون. اللي انت كاتباه ده يا مس سمر يعني اي هوب انا بتمنى تو سند تو مي ان انت تبعت لي ايه سون قريبا قريبا اي سون يعني قريبا اي هوب تو سند تو مي سون. وممكن ازود عليها برضو سي يو سون اللي هي اراك ايه اراك قريبا، جملتين خاتمه في منتهى الشياكه. وفي الاخر بامدي بامدي بكلمه ايه يورز، اي بكتب يورز وقوم كاتبه اسمي انا اللي بعت الايميل واسمي عمرو يورز عمرو. وبكده خلصت الايميل ما فيهوش اي حاجه صعبه، وهنصوره وهينزل لكم هنا على صفحه الفيسبوك تاسيس من الصفر. نراجعه سريعا تاني، الايميل عباره عن خطاب انا ببعته لحد او تكست او نص ببعته لحد. اول حاجه بكتب كلمه التلات حاجات الاساسيين دول تو وفروم وساو بنفس الشكل ده، بحط نقطتين كده بعد كل كلمه فيهم تو يعني الى فروم يعني من سبجكت الموضوع تو الى بشوف الى مين وبجيب الايميل بتاعه واحطه زي ما هو. طب افرض يا مس سمر ما ادانيش ايميل، اكتب امتى الايميل من دماغك بقى، شوف اسمه ايه وحط انت زود من عندك @gmail.com، لكن لو موجود انت لازم تنزله زي ما هو. فروم يعني من مين، هتحط اسمك الايميل بتاعك، سبجكت الموضوع بيبقى عباره عن كلمتين بالكتير ما تطولش عن كده. بعد كده بقول دير فلان عزيزي فلان، بحط المقدمه والمقدمه بتاعتنا اي ام هابي تو سند تو يو، انا سعيده ان انا ببعت لك الايميل او بارسله ذيس ايميل. هاو ار يو كيف حالك، ام دي يور فاميلي وحال عائلتك. ماي سكول لايبراري قلت له بقى الموضوع في كلمتين، وفي الاخر ختمت قلت له ايه I hope to send to me soon، اتمنى ان انت تراسلني قريبا see you soon اراك قريبا. وفي الاخر حطيت الام ده كلمه يورز وعمرو لازم يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه معانا، وهعمل لكم فيديو تاني بايميل تاني بس مكتوب على ورق بقى عشان اكبره شويه ويبقى واضح بالنسبه لكم. ما ننساش لايك واشتراك القناه علشان تشوفوا كل جديد معانا مع اصحابنا وتتعلموا معاهم. جود باي.